سجلت مملكه البحرين ارتفاعا في اعداد الحالات اليوميه لفيروس كورونا. نعم حيث اعلنت وزاره الصحه في اخر احصائيه لها تسجيل 6745 حاله قائمه جديده ليصل العدد الاجمالي للحالات القائمه الى 42613 حاله منها 106 حالات تتلقى العلاج في المستشفى واثنتا عشره حاله في وحده العنايه القصوى. هذا وتم تسجيل ثلاث حالات وفاه خلال اليوم كما اعلنت وزاره الصحه تعافي ثلاثه الاف وثمانمائه وحاله اضافيه ليصل العدد الاجمالي للحالات المتعافيه الى ثلاثمائه واربعه وعشرين الفا وسبعمائه وسبع واربعين حاله